التعميرين موجود. تمام يا العمران وتمام يا العميرين. العنزي عبد المجيد. العيسى والقامدي حامد. تمام القامدي وتمام العيسى. وليد الغامدي. فهد القباني والقوة. تمام يا القوة. الكليب سالم والمبارك عبد العزيز. تمام سلام يا المبارك وتمام يا سالم. هشام المتمتمي وأحمد المدرهم وحبيب المرعي. تمام يا المتمتمي تمام يا المدرهم وتمام يا المرعي. المزنعي والمعتوق والهاجري. الهاجر فيه اثنين، اي منهم يا استاذ؟ انس الهاجري معتوق المزنعي. ما في رد. تمام يا المزنعي. موجود المزنعي استاذ. حضرتك حمد الهاجري. خلاص يا حمد حضرتك. احمد ياسين وعلي بوموزه. علي بوموزه موجود يا استاذ. تمام يا علي بوموزه. عبد بوموزه واحمد الياسين. راح ارجع على السريع وزي ما قلنا التحضير في البلاك بورد راح انقلهم فرايات، يعني لو ما شفتهم اليوم مو معناها ان حضرتك او ما حضرتك. حسن آل فطيح وهادي آل فطيح وصالح الاشقر وصالح الاكلبي. في احد منهم موجود؟ تمام يا الاكلبي. بويت الخالدي ومحمد الدوسري. تمام يا بويت. ياسر الزعاقي وسيف الضاعن. تمام يا الزعاقي. عبد الله العتيبي وقسام العتيبي. عبد المجيد العنزي. وليد القامدي وفهد القباني. وفراس المعتوق. واحمد الياسين. استاذ محمد. عبد المجيد. تمام يا فراس المعتوق. امر من اللي يتكلم؟ عبد المحسن ابو موزه كاني شفته قبل شوي. حسن آل فطيح. تمام يا فطيح وتمام يا ابو موزه. استاذ محمد فهد القباني اعتذر عن الترم هذا. ما يخالف، احنا بالنسبه لنا موجود لسه ما انحذف، فمتى ما انحذف خلاص ما نادي اسمه. طيب انت حضرتني الحين. دقيقة قبل شوي حسن آل فطيح. شو اسمك انت؟ وينك؟ حسن علي حمد آل فطيح. خلاص حضرت. قسام العتيبي حضرت. وينك يا قسام؟ خلاص يا قسام حضرناك. في غيرهم؟ وليد القامدي. هذا شو اسمه؟ عبد المحسن الرصيص.
تمام يا قامدي. طيب الثاني انت ايش اسمك؟ عبد المحسن محمد ايش رصيص؟ ما مش موجود او اني حضرتك. المحسن الجاسم محضر من زمان يا رصيص خلاص. طيب خلينا أول شيء نبتدي. واضحة الشاشة الآن عندكم؟ لا يا جماعة حد يتبرع ويتكلم. اي واضح واضح تمام. أول شيء الاختبار، في أحد عنده عليه استفسار أو سؤال؟ نفس التمرين اللي رفعته لكم، اللي هو سويناه في القاعة، اللي هو رفعناه على الشرح على اليوتيوب، ما في شيء غير الا الاسماء والارقام. اسم رقم باسورد، اسم او مثلا الرساله الترحيبيه او عنوان الاي بي ادرس، هذول كلهم بعطيك اياهم في الاختبار. بجيبك بقول لك فعل لي او اعمل الاعدادات التاليه على جهاز سويتش زيرو، وتعرفون سويتش زيرو اللي هو الاسم الخارجي. رقم واحد تقوم بتغيير اسم السويتش الى مثلا لاب 2 على سبيل المثال. بتكون واضحة الكلمة إذا كان في كابيتال ولا سمول، وسويها زي ما هي. قم بتفعيل كلمة مرور على واجهة الامتيازات مشفى 1 5 7. قم بتفعيل كلمة مرور على واجهة المستخدم للكونسول 2 5 3 على سبيل المثال. معلش على المقاطعة، الصوت واضح؟ أمري واضح. أنا بس كنت أواجه شوية مشاكل في الكلاس روم ولسه دخلت. اعتذر على التاخير. ذكرني بس في الاخير. زين، ففي عندنا تقريبا 7 اسئله. سؤال غير اسم المحول، سؤال ضع عنوان اي بي وفعل الواجهه وقم بتشغيل الواجهه، سؤال رساله ترحيبيه، سؤال باسورد على واجهه الامتيازات، سؤال باسورد على الكونسول، سؤال تفعيل تسجيل الدخول عن بعد مثلا على 3 4 5 اجهزه، وبعطيك كلمه المرور، سؤال حفظ التغيرات كلها. 7 اسئله ما فيها اي ترتيب، سوي اللي عجبك. في الاخير بطالع الدرجه، هل جبت 100 ولا لا، شو الشغل اللي سويته داخل، ما لي شغل فيه. فانتبه، لازم تتعلم شلون تتعامل مع عمليه التصحيح التلقائي. الملف في التمرين مرفوع عندك، وحاول تجيب 100. من تجيب 100 وفاهم ايش قاعد تسوي، معناها خلاص الاختبار صار في يدك يا استاذ. زين عامر، إذا ما عليك أمر يمديك ترسل لنا رابط حق التحميل باك تريسر يا أستاذ عشان نحطه بالأجهزة حقتنا؟ محطوط يا عزيزي في البلاك بورد من أسبوع، حطينه. راح العملي وتري راح المحتوى والحقيبة التدريبية وتشوفه. الله يعطيك العافية يا أستاذ. حياك الله. زين، انتهينا الآن من الاختبار، نجي نكمل على مراجعة سريعة للكلام اللي قلناه الأسبوع الماضي، وبنزيد عليه شوية، وبعدين بنروح على عناوين الاي بي تحويل ثنائي عشري. بنحاول يعني تقريبا نص ساعة أقل بشوي ونوقف، على أساس زي ما قلنا اللي هو خميس وما نبغى نثقل عليكم. بس قبلها، المحاضرة الماضية تغير موعدها؟ في واحد بيقول لي توكم طالعين ولا كيف؟ متى تخلصون بالعادة؟ يا استاذ ما تغير. انا قلت ابي اعرف متى خلصتوها الحين المحاضره اللي راحت. خلصناها 7:15. 7 خلاص. انا والله نسيت. كيف؟ انت قلت لنا 7:30 نبدا، بس دخلنا ما شفنا شيء. اجل انا عذرا، انا نسيت، راح عن بالي بسبب كثرة الشعاب، ما يعني مو متذكر. اذا انا آمن في البعض يا استاذ محمد مو مستعد للاختبار، انا شوي طبقت وللحين المواضيع ما بعد دخلت في راسي ولا بعد فهمت. ما
ما ينفع عندك الويكند كامل طبق عليها، لازم نمشي عندنا 7 تجارب. الحين احنا الاسبوع الرابع، الاسبوع الجاي الخامس، يعني عدينا ثلث السمستر. يعتبر شويه التجربه مو بصعبه، لكن طبيعي انها بتشوفها صعبه لين تمارس. عندك الويكند التجربه تقريبا حلها ياخذ منك 5 دقائق، سويها مره مرتين ثلاث، اذا ما فهمت ارسل لي ايميل. وهم في عندك الشرح موجود على اليوتيوب، ابدأ فيها. أنا متأكد أنت لسه ما بديت فيها بشكل فعلي، ابدأ فيها، نزل البرنامج بتشوفها سهلة. يعطيك العافية. أنا عادني بحاول، لأني أحاول أنزل البرنامج على الكمبيوتر الشخصي ما يرضى. جيبه وياك، المشكلة ما ينفع. أنت متى اختبارك؟ الأحد ولا الثلاثة؟ أنا داوم الأحد. تداوم لحد مشكلة. أشوف أجل أشوف لك أحد من الجماعة، لو أنك بتكلم بدري كان ممكن إن إحنا حلينا المشكلة، أو إنك تسوي يوم الأحد تعال بدري من الساعة 4-3:30 وحاول تجرب في المعامل اللي هناك، بتكون بتحصل معامل مفتوحة، أدخل جرب فيها. أبدا إن شاء الله على خير يوم الأحد، بمشي هناك الساعة 2 وأنا إن شاء الله. على كل المحاضرة أنا كلش نسيت، راح أكلم رئيس القسم ان احنا خلاص راح نقدمها، بس يا ليت تذكروني في محاضرة العملي واحنا نختبر على اساس اني ما انسى، لان صاير اتفاقيات مع شعب كثيرة، فيمكن على اساس كذا انا نسيت. فان شاء الله يوم الاحد اعطيكم الاكيد والاعتماد من رئيس القسم، في القالب يعني الامور راح تمشي، نقدمها نخليها 7:30 بدال ما تكون هي 8. زين. إيه بالنسبة اللي اخذناه الاسبوع الماضي، قلنا اخذنا طبقات 7. زين، عندنا نبتدي من الطبقة 7 في القالب الين الأولى لتحت. عندنا الابليكيشن لاير اللي هي طبقة التطبيقات، برزنتيشن، سيشن، ترانسبورت، نتورك، داتا لينك، فيزيكال، كل واحدة وترجمتها يمها. 7 طبقات، لكن 7 طبقات هذه ما تتوفر في كل الأجهزة. شو وظيفة 7 طبقات؟ واحدة من وظائفها توزيع المهام، مهام عملية تبادل الرسائل في الشبكات تتوزع على هذول 7 طبقات. شو وظيفة طبقة التطبيقات؟ تتعامل مع التطبيقات اللي هم البرامج، لما أنا أفتح ملف وورد أو أفتح المتصفح أو غيره، كل الآن قاعدة أتعامل مع طبقة التطبيقات. جهاز يعمل على الطبقة 7 مثل جوال، كمبيوتر شخصي، لابتوب، أي جهاز في شاشة وأقدر أشوف محتوى الرسائل، الآن هذا جهاز يعمل على الطبقة 7. ولما أقول جهاز يعمل على الطبقة 7 معناها الطبقات اللي تحت ضروري كلهم فيه، ما في جهاز معلق فقط يعمل على الطبقة 7. فالسابعة لما أتكلم من فوق معناها اللي تحت كلهم موجودين. نجي للسادسة والخامسة، قلنا وقفنا شو اللي موجود فيها ما تكلمنا، رحنا إلى الطبقة الرابعة. الرابعة أخذنا وظيفتها تقسيم البيانات أو تقسيم الرسائل إلى قطع صغيرة. شو اسم البيانات؟ قلنا سيجمنت، اللي هو معناه مقطع. بعدين رحنا إلى الطبقة الثالثة وقلنا وظيفتها إعطاء عنوان IP للراسل والمرسل إليه. إذا جيت أرسل جهاز يعمل على الطبقة الثالثة حيكون راوتر، بروتوكول يعمل على الطبقة الثالثة اللي هو IP. بعدين رحنا للطبقة الثانية قلنا وظيفتها تضيف عنوان ماك ومصحح الأخطاء. اسم البيانات في الطبقة هذه يسمى فريم اللي هو إطار. الطبقة الثالثة اسم البيانات باكت اللي هو حزمة. جهاز يعمل على الطبقة الثانية سويتش، بروتوكول يعمل على الطبقة الثانية حيكون إيثرنت. بعدين انتقلنا إلى الطبقة الفيزيائية، قلنا الطبقة الفيزيائية وظيفتها تحويل البيانات إلى إشارات، كل هذول في الإرسال. إذا جيت بستقبل، أستقبل من أي طبقة؟ حيكون العكس، أستقبل من الطبقة الأولى. لما أقول سويتش يعمل على الطبقة الثانية معناها موجودة في الأولى والثانية. الراوتر في الطبقة يشتعمل على الطبقة الثالثة معناها في الأولى والثانية والثالثة، هذول الثلاث طبقات كلهم موجودين فيه. في الاستقبال قلنا في الطبقة الفيزيائية بدل ما كانت تحول من بيانات إلى إشارات صارت الآن العكس، من إشارات إلى بيانات. ربط البيانات بدل ما أضيف عنوان IP مصحح الأخطاء، الآن أصحح الأخطاء قصدي عنوان الماك وشيل عنوان الماك. الثالثة بدل ما كانت IP الآن أشيل IP. طيب نجي الآن إلى طبقة النقل. الجديد في عندنا بروتوكولين، واحد اسمه TCP وواحد اسمه UDP. هذه طبقة النقل وهذول البروتوكولين TCP و UDP. هذه TCP وال UDP في بينهم تشابه وفي بينهم فروقات. لو جاك سؤال في الاختبار شو التشابه بين TCP وال UDP، انت في الطبقة الرابعة بعض البروتوكولات
تحدد هل هي راح تشغل بروتوكول تي سي بي ولا يو دي بي. سواء شغلت التي سي بي ولا اليو دي بي اثنينهم راح يقطعون الرساله في الارسال ويجمعون الرساله في الاستقبال، هذا نقطه التشابه. اثنينهم يسوون العمليه. التي سي بي ها عامل السعود استاذ تكرم لو تكبر الخط بس مو واضح عندي بلا. اتوقع الشاشه تقدر تكبرها من عندك انت، يعني لو ما عجبك الحجم هذا اللي موجود نفس الشاشة فيها زوم انت تقدر تكبره. تمام زين الان والله حلو تمام. تي سي بي و يو دي بي شو الفرق ما بينهم؟ اول شيء تي سي بي، نبدا بالتي سي بي. تي سي بي قلنا بتقطع الرسائل، لكن اذا قطعت الرسائل تعطي لكل رسالة رقم. الرسالة الاولى مثلا او القطعة الاولى 1، القطعة 2، القطعة 3، القطعة 4 زين. وبعدين ترسل، إذا رسلت تنتظر إقرار من الجهاز اللي رسلت له. مثلاً رسلت القطعة الأولى توقف ما ترسل القطعة الثانية لين يجيني إقرار إن القطعة الأولى وصلت، بعدين أقوم أرسل القطعة الثانية وانتظر إقرار إن القطعة الثانية وصلت. إذا ما وصل إقرار إن القطعة الثانية وصلت ينتظر فترة معينة مثلاً، وبعدين يقوم يفترض إن هي فقدت في الإنترنت فيقوم يرسلها مرة ثانية لين يجيني إقرار إن هي وصلت، بعدين أقوم أرسل القطعة الثانية وكذلك. فمن ميزات التي سي بي إن هي موثوقة، إن القطع أتأكد إن هي وصلت، لكن فيها عيب. شنو العيب؟ بطيئة. هاي جميل. بطيئة لكل مرة تنتظر. طبعاً شوية طوروها، بدال ما أرسل قطعة واحدة وانتظر لا مثلاً يرسل 10 جميع وينتظر إقرار. أرسل إذا جاني الإقرار مال العاشر القطعة آخر قطعة معناها خلاص كلهم وصلوا، أقوم أرسل 10 بعدهم. بس لو ما جاني إقرار راح أعيد إرسال 10. فيعتمد على الشبكة، فإذا كانت الشبكة جيدة مو قاعد أفقد بيانات فيقوم هو التي سي بي يزيد. مثلا المرة الأولى أرسل قطعة، القطعة الثانية كل مرة يجيني إقرار بدل ما أرسل واحدة واحدة أقوم أرسل 5 مو قاعد افقد شيء، ما اضطر اني اعيد ارسال الخمس اقوم ازيدهم 10. فشويه في ذكاء التي سي بي مطور. اليو دي بي لا، اقطع الرسائل ما ارقمهم ابد، ما اعطيهم ارقام وارسلهم وافترض ان الانترنت جيد ويوصل الرساله، لكن وصلت الرساله او ما وصلت ما يهمني. واحيانا الرسائل او القطع لما ارسلهم في الانترنت واحده توصل قبل الثانيه، مثلا قطعه 5 توصل قبل الرابعه، فيصير في خربطه في عمليه الارسال شوي زين. فمن عيوبها عدم الموثوقيه، المقصود فيها عدم التاكد. لما اقول موثوق مو معناها اني واثق فيه، موثوق مقصود اني اتاكد اني انا رسلت هذا للتي سي بي. اليو دي بي عدم الموثوقيه مقصود فيها اني ما ادري وصلت الرساله ولا ما وصلت. الميزة في اليو دي بي انه هو بيكون سريع، يرسل على طول ما ينتظر باقصى قدر ممكن، ابدأ اقطع على طول امشيهم في الانترنت. طيب شو الافضل الحين بشكل عام، التي سي بي ولا اليو دي بي؟ على حسب الميزة، على الحاجة. تبي السريع خذ سريع، تبي موثوقية خذ موثوقية. يعتمد زي ما قلتوا على على انت ايش قاعد تستخدمها. فمثلا اذا برسل ايميل اس ام تي بي، طبعا الايميل يتحكم في هو يعتبر من بروتوكولات الطبقه السابعه زين. فالايميل خليه يتاخر ما عندي مشكله، يتاخر ياخذ وقت بس اهم شيء يوصل، اتاكد انه وصل. تخيل انك انت رسلت ايميل وافترضت انه يروح ولا راح، او راح ملخبط او ناقصه شيء، هل هذا بيكون يعني خدمه مقبوله؟ اكيد بيكون لا. فدائما الاس ام تي بي الذي ارسل ايميل يشغل بروتوكول التي سي بي في الطبقه الرابعه على اساس يتاكد ان الرساله وصلت زين، وخليها تاخذ وقتها. يعني بحاول اوصلها في اقصى سرعه ممكنه، بس لو تاخرت شوي ما عندي مشكله. متى احتاج اليو دي بي؟ مقاطع يوتيوب مثلا، هذا اللي في بالي. بتوصل على الاجهزه، ترسل اي بي ادرس على اجهزه فرضا. انا ما اعرف في توزيع العناوين الاي بي اذا هم مشغلين تي سي بي ولا يو دي بي، يمكن اصلا ما توصل للطبقه الرابعه على اساس اكون دقيق في اجابتك. لكن بشكل عام
لأقرب إجابة هو مقاطع اليوتيوب، وأنا ما أنا منقول اليوتيوب، يعني اليوتيوب هو تطبيق اللي برمج التطبيق هو بحد TCP ولا UDP، لكن بشكل عام أنا أحتاج UDP غالبا إذا ببث مقاطع فيديو لايف، هذه أهم نقطة. يعني يمكن اليوتيوب، أنا ما أدري ما بحثت عنه، يمكن اليوتيوب المقاطع المسجلة القديمة يشغل فيها TCP، ولكن لما يكون بث مباشر لمباراة أو غيره لا يقوم يشغل اليوتيوب. فبشكل عام إذا أنا ببث مباشر خليه يقطع شوي، خليه شوية يتلخبط الصوت، بس عطيني على طول، ما أبغى الهدف يجي وأشوفه بعد خمس دقائق أو بعد دقيقتين، أبى أشوفه على طول. إذا الإنترنت أوكي خليه يمشي، قطع شوي خليها تنفقد، ما أبغى أتأخر شوي عشان إن كم قطعة أخرت وأقوم أخر البث كله. فغالباً UDP يستخدم إذا أحتاج السرعة بشكل كبير، وما عندي مشكلة لو فقد كم واحد، أهم شيء عندي أحاول أرسلها بشكل سريع أقصى ما يمكن. فالUDP إذا أحتاج سرعة بشغلة، TCP إذا ما تهمني سرعة كثير وأبغى الموثقية. أمثل عليها UDP قلنا مثل اللي هو البث المباشر أو المقاطع الفيديو، TCP مثل الإيميل. فالآن المفروض يكون واضح شنه الفرق بين TCP والUDP. في أشياء متشابهة، المتشابهة أن اثنينهم يقطعون في الإرسال ويجمعون في الاستقبال. الفرق بينهم أن في كل واحد له ميزة وعيب. TCP ميزته موثوقية، عيبه بطيء. UDP ميزته أنه سريع لكن عيبه عدم الموثوقية. والتفاصيل هذه كلها خليها في بالك، لا تختصر إجابتك على فقط النقاط هذه. TCP يرسل نقطة وينتظر إقرار، هذه كلها النقاط خليها موجودة وياك، افهم بالتفصيل المهمش الفرق بين TCP والUDP. طبعا هم الطبقة الرابعة تضيف رقم المنفذ في كل عملية أنت تسويها، وكل بروتوكول فيه رقم منفذ. مثلا إذا كنا للDHCP راح يسجل الرقم المنفذ 68، DNS بيسجل 53. طبعا في مجموعة من المنافذ أبغاك تحفظها، شو موجودة هنا ولا أرسل أعطيكم إياها مع المحاضرة الجاية. طيب مش موجودة هنا، خليني الآن بنتقل إلى عناوين الآي بي. زين، في أحد عنده سؤال عن TCP والUDP ولا واضحة الفرق ما بين الاثنين؟ طبعا الملف الوورد هذا تمام، ملف الوورد اللي أنا قاعد أشرح عليه رفعته في محاضرة النظري، إلى الآن يعني ما في عليه اختبار لنجمع المعلومات كلها، مو كل شيء في الملف تم شرحه، بس هذا تمهيد على أساس بعدين أبدأ نقطة ونقطة يصير المفاهيم سهلة. ما أبقى أتكلم وأشرح السويتش وحنا ما ندري شو الفرق بين السويتش والراوتر. فالآن عرفنا السويتش على أي طبقة يعمل، والراوتر على أي طبقة، شو الفرق ما بينهم، شو الفرق بين الماك والآي بي، شو الفرق بين بروتوكول الاي بي وعنوان الاي بي، شو الفرق بين الماك والايثرنت، هذول كلها تفاصيل قلناها المحاضره الماضيه بالتفصيل، واليوم شويه اختصرناها. زين، الان راح اقفز الى نقطه ثانيه اللي هو التحويل بين الثنائي والعشري والعشري والثنائي. زين، ففي عندنا تفاصيل دقيقه في العمليه هذه كلها، شويه عمليه طويله، فانا قاعد ابغى ابدا فيها من الان على اساس نمشي خطوه خطوه ونعيد شويه ونزيد فيها لين تتثبت. فاول شيء في عندنا احنا انظمه رقميه، اكيد سمعتوا بالنظام العشري، كلنا متعودين على النظام العشري وعارفينه. مثال عليه الان واضح اللي هو ملف الاكسل. اي نعم واضح. تمام، خليني بس بعدل عليه شوية. زين، لو عندك هذا الرقم مثلا، يعني أوسطهم بس عشان تصير، تخيل الرقم، لا تتخيل أنه هو في خلايا، أنت لو شفت الرقم هذا كله مع بعض كيف تقرأ؟ 505 555
555. هل انت رحت سويت قلت ان الخانه الاولى هذه احاد والخانه هذه عشرات والخانه هذه مئات وقلت عندي هنا 500 وهنا عندي من العشرات خمس صاروا 50 وهنا خمسه احاد معناها خمسه وقم جمعتهم؟ لا، انت متعود خلاص فاهم ان ثالث خانه هذه خانه المئات، الثانيه عشرات عرفت ان عندي خمس عشرات، والثالثه خمسه، فعلى طول قريتها 555. بالنسبه للنظام الثنائي لو جاك هذا الرقم مثلا، خلاص به لون مختلف، كم هذا الرقم بالنظام الثنائي؟ 101 101. هذا بالعشري 101. عشان تفهم كم تساوي هالواحد صفر واحد، في عندك خانات نفس العشري، كل الأنظمة الرقمية أول خانة تعتبر واحد، فهنا هذه الخانة تعتبر أحد. ثواني بس ديها توسيط أحد الخط 20. زين، هذه الخانة الثانية كم وزنها؟ اثنين. ليش قلنا اثنين؟ هذا نظام ثنائي، لأن نظام ثنائي. هنا قلنا عشرة لأن نظام عشري. طيب اللي بعدها، الخانة اللي بعدها كم؟ أربعة. ليش أربعة؟ نظام ثنائي. اثنين أس اثنين. يا تقول اثنين أس اثنين أو تقول اثنين في اثنين، مضبوط الشغل. يعني هنا شوف، نظام عشري بدينا بخانة الأحاد في كلهم، فكل مرة نضرب عشرة. واحد في عشرة كم عطاني؟ عشرة. فهذه الخانة خانة العشرات، عشرة في عشرة 100. لو بروح بعدها 100 في عشرة كم؟ 1000. فكل مرة ضربت في عشرة. ليش عشرة؟ لأن النظام عشري. هنا كل مرة راح أضرب في اثنين. ليش اثنين؟ لأن النظام النظام ثنائي. كان النظام ثنائي، فبديت بواحد، واحد في اثنين عطاني اثنين، اثنين في اثنين أربعة. لو أروح بعدها واحدة كم بتصير؟ ثمانية. بعدها واحدة، ثمانية في اثنين 16. 16 في اثنين 32. 32 في اثنين 64. 64 في اثنين 128. 128. فهذول الخانات ثمان، إلين أطول ثمانية أرقام. ليش ثمانية أرقام؟ لأن إحنا نتعامل مع كمبيوتر، الكمبيوتر غالباً يتعامل مع البايت، البايت داخله ثمانية بت. أكيد هذه مرت عليكم في الثانوية أو في الدبلوم أو أي مكان، إن البايت داخله ثمانية بت، فدائماً هذه الحسبة تحتاج لها. حتى عنوان الاي بي أدرس يتكون من أربع خانات، يعني مثلاً 192 نقطة، 168 نقطة، 10 نقطة، 1. هذول أربع خانات، كل خانة فيهم تمثل بثمانية بت اللي هو الرقم هذا. زين، فالاي بي اللي تشوفه انت في اي رقم مخزن، هذا في داخل الكمبيوتر، مو محطوط بنظام عشري، محطوط بنظام ثنائي. زين، فعلى سبيل المثال الان هذا الرقم كم يمثل؟ 101 خمسة، لان هنا عندنا اربعة وهنا واحد. شوف هنا الخمسة هذه غير الخمسة هذه غير الخمسة هذه، والسبب ان كل واحدة لها وزن. هذه الخمسة عانت خمسة في الأحد، وهذه الخمسة قابلت خمسة في العشرات، وهذه الخمسة قابلت المئات. فهنا عندنا بسبب الخمسة هذا صار عندنا 500، بسبب الخمسة هنا صار عندنا 50 اللي هي خمسة عشرات، وهنا خمسة عادية اللي هي خمسة أحد. فبيجيك سؤال في الاختبار برقم، خليني أمسح هذول كلهم، رقم ما عليك من المربعات، اعتبره كله ورا بعض. هذا بنظام ثنائي كم بالنظام العشري كم يساوي؟ فلو قلت لك حول لي هذا الرقم الثنائي إلى الرقم العشري، عشان تفهمه لازم تكتب الأوزان. أوزان مين؟ نظام الثنائي والعشري. أكيد النظام الثنائي، لأن هذا رقم ثنائي، قلت لك حول الرقم الثنائي التالي إلى عشري، فهذا على أساس أفهمه لازم أكتب الخانات. هنا في أول خانة كم أكتب؟ واحد. واحد ليش؟ لأن هي خانة الأحد، لا تقلق، مش صفر ولا باثنين، هذه واحد خانة الأحد. ولا تبدأ من هنا من اليسار تقول لي هنا واحد، انتبه دائما تذكر الأرقام، أبتدي فيها من اليمين. واحد. الخانة اللي بعدها كم؟ اثنين. اثنين. الخانة اللي بعدها؟ أربعة. أربعة.
أربعة. قبل ما نكمل في حد ضايع هنا ترى بدينا مسائل يعني من هنا إلين أسبوعين ثلاثة كل يوم راح نبني معلومات على الشغل اللي ماخذينه من قبل. فهذه المعلومات اللي أقولها اليوم راح نبني عليها الأسبوع الجاي، اللي بناخذ الأسبوع الجاي نبني عليه الأسبوع اللي بعده. فلا تخلي معلومة واقفة هنا وأنت مو فاهمها، لأن إلى الآن سهلة، لكن إذا تخليها لبعدين تتراكم وتصير صعبة. فهنا بدينا واحد لأن أحد كل الأنظمة الرقمية أحد، وبما أن النظام ثنائي كل 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 خانة وخانة أضرب اثنين، واحد في اثنين باثنين، الناتج ضربته في اثنين عطاني أربعة، هم هذه الأربعة أضربها في اثنين كم يعطيني؟ ثمانية. أضربها في اثنين كم يعطيني؟ 16. أضربها في اثنين 32. أضربها في اثنين 64. أضربها في اثنين 128. زين الآن شو أسوي؟ أقوم كل خانة تحتها واحد أجمعها. زين طبعا في الاختبار مسموح لك تدخل، ما يندرى عاد هو يكون عن بعد ولا لا، تدخل حاسبة بسيطة. زين فكل خانة تحتها واحد تجمعها، تحتها صفر ما أجمعها. مثل هنا في الرقم هذا لو كان بدل الخمسة صفر، هل عندي عشرات؟ لا ما عندك عشرات، خمسميات وخمسة. زين فأجي هنا فقط اللي تحته واحد، فعندي 128 زائد 16. هنا كم؟ 16. ما جمعت لا ال 64 ولا 32، ليش؟ لأنهم صفر، لأنهم صفر. تالي 8 زائد تالي 4 زائد 1 كم صار المجموع؟ 157. 157 هذا الرقم، هذا الجواب اللي أبي، أبيك تعطيني 157. لو جيتك مثال ثاني مثلا 1 1 1 وهنا 0 0 0 1 0. زين خليني أمسح هذا عشان ما يضيعك شوي، وأمسح اللي فوق بعد وتالي أرجع بكنترول. الآن أعطيتك هذا الرقم اللي تحت، انسى حتى هذا، وقلت لك هذا رقم ثنائي حوله إلى عشري. ايش اول خطوه تسويها؟ واحد لعب الخانات، لعب الخانات، ابتدي بواحد اثنين اربعة ثمانية 16، يا تحفظهم يا تقعد كل مرة تضرب 64 وبعدين 128. زين وبعدين اسوي عملية جمع كل خانة تحتها واحد اجمعها، عندي كم؟ خليني اصفر 128 زائد 64 زائد 32 زائد 126 يا صاحب. طلع عندي 226. اي صح 200. تمام اكيد مو بالغلط اشوف الا اكيد لازم 200. 226 هذا الجواب العبي، واضح؟ واضح يا صاحب. زين طبعا بقول لك معلومة، إذا شفت هنا صفر لازم الرقم يطلع زوج، لو شفته واحد لازم يطلع فردي، لو شفته واحد فهذا المفروض أنك 327. بس هنا آخر خانة لو صفر معناها بيطلع لك الرقم المجموع زوجي، لو طلع لك فردي يعرف أنه في خطأ عندك في المجموع، لو كان فردي بيصير العكس. نحتاج بعد مثال ولا واضحة؟ واضح. الآن بس نشرح العكس ونختم. الآن العكس بعطيك رقم عشري زين وابغاك تحوله إلى ثنائي، يعني مثلا بقول لك خلينا نبدأ برقم سهل 10 حوله إلى رقم ثنائي، هذا بنظام عشري، هذا مو بواحد صفر، أقول لك هذا رقم عشري، لو قلت لك هذا رقم ثنائي في عندنا مشكلة. في أحد يسأل؟ أنا أشوف أحد. أيوة أقول حسن أحاول. لا ما نبقى إحنا عشان نحفظ على الوقت شوي، نبقى بس تقول لنا شو نسوي، شو الخطوات؟ الخطوات بسيطة، هو 10 صح؟ إيه بتسوي عملية القسمة؟ إيه بالضبط تقريبا تكتب. لا لا أنا ما بقسمة. لا ما بقسمة، شو أقول لك إياها؟ خلاص نبدأ بنقصها بأصغر عدد، لا يعني 10 تحت 8 فثمانية، بعدها يطلع الناتج 2 2 ما يصح مع 4 يروح حق 2
فهاي يطلع لك 1-0-1-0 هذا الناتج. كيف طريقة الشغل لما قلت اوضح لك اياها؟ عندي خلينا انا اوضحها بطريقه اسهل. اول شيء لما قلت لك حط لي الثنائي اكتب لي اوزان الثنائي بس لا تكتبها فوق الرقم، اكتبها فوق الاجابه اللي لسه ما بعد نسويها. فاكتب الاوزان كلها بما ان احنا قاعدين نكتب بعدين مع خبرتك انت بعدين تختصر. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. زين الان تبتدي عمليه التوزيع. هذا الرقم 10 خليني اعطيه لون ازرق يا الوان. صفر. شوف تخيل ان هذول صناديق وابي اشتريهم وانت هذا المبلغ اللي عندك. تخيل عندك 10 ريال وهذا قيمه ريال وذا بريالين وذا باربعة وذا بثمانية وذا بستعش كل واحد له قيمة. هل تقدر تشتري الصندوق ولا لا؟ في كل صندوق تمر عليه هل اقدر اشتري ولا لا؟ الان عندي 10 ريال اقدر اشتري الصندوق ب 128؟ لا صفر نحط. لا صفر. اقدر اشتري ب 64؟ لا. لا اقدر اشتري ب 32؟ لا. لا اقدر اشتري ب 16 انا ما عندي الا 10 ريال بس. لا. لا. لا اقدر اشتري ب 8؟ اي نعم. اي نعم. اقدر اشتري واحد. إذا شريت اللي بثمانية كم ريال يبقى عندي؟ ريالين. ريالين يبقى. الريالين هذولي أقدر أشتري الأربعة؟ لا. لا. لا أقدر أشتري اللي بريالين؟ إيه. إيه. أقدر. كم يبقى عندي؟ صفر. خلاص صفر. صفر. ما يبقى ولا شيء. فلابد لا تترك الباقي. صفرهم كلهم. لو باقي واحد خان خانتين ثلاث صفرهم. طبعًا أنت لدي توزع مثلاً من توصل فوق العاشرة تقدر هذولي تختصرهم ما أبي أسويهم. أنا أدري من 10 ريال ما بقدر أشتري 16. فمن عملية التوزيع من البداية أوقف ما لا داعي إني أكمل. زين فعيدها الآن على 30 أكبر الرقم 30. هذا رقم عشري حوله إلى ثنائي. فتقوم شو تسوي؟ تحط خانات الثنائي في اليسار. لا تحطها هنا فوق الرقم، لا في اليسار في الإجابة. أبتدي 1, 2, 4, 8, 16, 32 وصلت. تحتاج أكمل؟ نوقف. أحتاج أوقف. ما له داعي أكمل. ليش؟ نعم تأخذ 30 أنت أقل. ما عندي إلا 30 أكيد ذولي ما بشتريهم. بس خلينا على أساس اللي شوية مضيع مع المثال الثالث نشيلهم. عندك 30 ريال أقدر أشتري شيء ب 128؟ لا. لا صفر. ب 64؟ لا. لا ب 32؟ صفر. صفر. انتبه لا يفتر مخك. في بعضهم يقول اي شو يسوي يقوم يعاكس. عندي 32 وابي اشتري ب 30 ويبقى ريالين. لا انتبه المبلغ اللي عندك شوفه اللي في السؤال. ما عندي الا 30 ريال وشغله ب 32 ما اقدر اشتريها. شغله ب 16؟ اي واحد. ايه اقدر. كم هي؟ واحد. واحد. واحد يبقى 14. شلون انا عندي 30 ريال شريته ب 16 شلون يبقى واحد؟ بقى 14. يبقى 14. لهلا 14 الباقي اقدر اشتري ب 8؟ ايه تقدر. يا كم يبقى؟ 6. 4 يبقى لي 2. اقدر اشتري شيء بريالين؟ ايه تقدر. كم يبقى عندي؟ صفر. شوف العدد هذا زوجي في الاخير صفر. لو طلع لك في الاخير واحد عرف ان فيه عندك خطا. زين خلينا نكبر الرقم. هذا مثال وبعده مثال ونوقف. زين هذا 100. جرب فرد يا استاذ. يلا 101. زين اهم شيء فردي. يلا اقدر اشتري شيء ب 128؟ تحط الخانات ذولي ما بيكونوا موجودين. صفر. كم لسه باقي؟ 101. 64. واحد. واحد. كم واحد. كم يبقى عندك؟ 37. ايوه 37 صحيح. لو مو عارف امسك 101 ونقص منها 64 كم باقي؟ 37. اقدر اشتري شيء ب 32؟ لا. خمسه. هل خمسه اقدر اشتري 16؟ لا لا لا. اقدر اشتري شيء ب 8؟ لا.
لا أقدر أشتري شيء بأربعة. إيه. 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 كم يبقى؟ يبقى واحد. 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 أقدر أشتري بوريالين هون؟ لا. 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 وبعدين؟ إيه. واحد. 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 باقي شيء؟ بس. خلصوا. إذا ما خلصوا يعتبر أكيد عندك خطأ. لازم يخلصون. زين؟ فالآن عدد فردي. أول ما طلع عملية فردي هذا الصفر اللي في الأخير تقدر تحذفه. مو محتاجينه وهذا الرقم يعتبر من 8 خانات بس في الاختبار على أساس التصحيح تلقائي خليه موجود خلي هذا الصفر موجود مع أن إحنا نعرف أي رقم يسار الصفر ما له أي قيمة. آخر رقم ونختم نكبر شوي نقول مثلاً 190 مثلاً جاك عنوان IP 190 هل 190 شلون مخزنة داخل الكمبيوتر فأبيك تحولها إلى ثنائي بحولها إلى ثنائي في عندي الأوزان اللي هنا من 1 إلى 128 ولا نخليه 200 نسهلها يلا نكمل المية تبي السال الله خلها كذا السال أفضل يلا نخليها 190 الآن عندي 190 ريال حولها إلى ثنائي قمت وكتبت الخانات هذه اللي بالأحمر كلها إلى 128 ثمان خانات وقفت الآن عندي 190 ريال هل أقدر أشتري شغلة ب 128 يا انك تروح تنقص او مثلا تفترض ان عندك 200 شلت منها 20 شلت منها 10 باقي 60 فانت يعني شوف الطريقه اللي انت مناسبك يعني تخيل روحك في سوق وقاعد تشتري وتبيع صفر اللي عندك سؤال يتكلم على طول هاني العيسى قول بس استاذ الله يعطيك العافيه ليت بعض الشباب يطفوا المايك ما نسمع صوتك طفوا المايك يا جماعة اللي يطلع إزعاج يطفي المايك زين خلينا أنا أكملها هذه الحالة عشان ما نسوي إزعاج مع اللي عندهم مايك تمام لا قاعد يتكلم أنا ما أحس إنه في إزعاج بس إذا في إزعاج بلغون الآن باقي عندي 62 هل أقدر أشتري شيء بأربعة وستين أنا نسيت طيب المفروض لا صفر زين فباق ما في ما قدرت لأن ب 62 وهذا ب 64 زي ما قلنا لا يفتر مخك وتعكس أنت عندك شغلة ب 64 ريال وما عندي ل 62 ريال أجي ل 32 وأنا عندي 62 أقدر أشتري أقدر أحط واحد كم يبقى راح يبقى عندي 30 فقط 30 طيب هال 30 أقدر أشتري هي ب 16 أقدر يبقى عندي 14 من هال 14 هل أقدر أشتري شيء ب 8 أقدر يبقى عندي 6 بهالستة هل أقدر أشتري شيء بأربعة؟ يقدر يبقى لي ريالين هنا واحد وهنا صفر لأن خلصت فلوسي كلها فبيصير هذا الرقم إذا تبي تتأكد حلك صح ولا لا أمسك هذولي واجمعهم المفروض يعطيك 190 فعندي الآن 128 زائد 32 يعني كأنك تتأكد 190 شاك وين راحت فيه أقوم أجمع البضاعة اللي شريتها 32 زائد 16 زائد 8 زائد 4 زائد 2 كان طالع المجموع 190 طبعا هذه احد الطرق لعملية التحويل في طريقة قديمة زين اللي هي عن طريق القسمة انا جربتها وكثير يقلطون فيها وكثير صعبة في الشرح وفي الفهم بالنسبة لي انا راح اعتمد هذه فهمت هذه بتحل فيها زين الطريقة القديمة فبالك وفاهمها وحافظها ومتأكد منها حل فيها في الأخير بأي طريقة ما يهمني أهم شيء الإجابة النهائية تطلع عندك صح طيب هذا المثال نختم خلينا نشوف مين قاعد يتكلم أيوة أوكي مظبوط تمام هاي العيسى قول طيب صار في مجال أن لو كان على يمينك عدد يكون أكثر من الناطق الموجود إذا كان أكثر يعني معناه ما أقدر أخزنه في 8 خانات لازم أزيد واحدة فقالباً أنا أكبر رقم إحنا لسه بنوصل أكبر رقم أقدر أقوله هنا 255 من أزيد عن 255 ما تكفيني 8 خانات لازم 9 معناها العملية اللي أنا ابتديت فيها غلط لازم أروح إلى الخانة اللي بعدها اللي هي 256 الخانة اللي بعدها اللي هو 512 لو تلاحظ الأرقام هذه كلها أحجام الهارد ديسك أو فلاش ميموري هذول الأرقام الثنائية اللي يعتمدون عليها بروح هنا الجيجا اللي هو 1 24 2048
كل ما رحت يكبر الرقم، بس عساس زي ما قلنا احنا قاعدين نتعامل مع الاي بي، كل عمليه التحويل هذه قاعدين ندرسها عشان الاي بي، فاقصى رقم راح اعطيك اياه اللي هو 255، وانت لو اعطيتك رقم ثنائي مستحيل تحويله بيطلع ازيد من 255. ال 255 معناها هذول كلهم واحد، لما يكونون ثمان خانات كلهم واحد معناها هذا اكبر رقم اقدر اخزنه، ولو تجمعهم كلهم الخانات هذول راح يعطيك الرقم 255 اللي هو أكبر رقم عشري أقدر أخزنه في ثمان خانات ثنائية. اللي ما عنده سؤال مع السلامة و have a nice weekend. راح نلتقي يوم الأحد مع الاختبار، وزي ما قلنا ذكروني على أساس المحاضرة 7:30 لأن اليوم راح أمر. زين ياسين أنت في التحضير، اللي حضرته ولا عنده سؤال يمشي. خلينا نشوف بس وين التحضير، مين نوقف بعد بس أساس أسرع العملية. عند هادي ألف طيح موجود، هادي مش موجود. زين صالح الأشقر ولا صالح. عندنا محمد الدوسري هم مش موجود. موجود الدوسري محمد، هذا اسمك محمد؟ محمد نعم محمد الدوسري مضبوط خلاص حضرتك. سيف الضاعن وعبد الله لا هذا ولا ذاك. لعنزي عبد المجيد وقباني، لا عبد المجيد ولا قباني. وأحمد الياسين خلاص حضرناك، ثواني بس أظن خلاص الباقي حاضرين. يعني الغياب عندي القباني والعنزي والعتيبي والضاعن وألف طيح هادي وصالح الأشقر. ضاع موجود يا أستاذ يكتب في الشات ما يقدر يكتب. هادي حاضر أستاذ محمد. يلا هذا هادي، هادي فطيح وسيف الضاعن انتهينا. في أحد غيرهم؟ هاي مازن عيش عندك يا أستاذ، بس عندي نقطتين. عندك إيش؟ نقطتين بس. الشيء الأول اللي اذا كان فهمنا احنا العشري الى ثنائي بس او ايه اول باقي الثنائي الى عشري ولا يعني ما فهمت انا ممكن اول مثال اعطيتك من ثنائي الى عشري، اعطيك امثله فوق وتحط فوقهم الخانات وتوزنهم. اول شيء شرحته هذا ثنائي الى عشري إيه؟ اللي جمعنا 4 و1، بعدين صار العكس ترى هم متشابهين، بعدين اعطيتك رقم اللي هو 10 حول الى ثنائي تالي زدناه سويناه نضاف 15 تالي 30، هذا العكس من 10 الى ثنائي. اما الثنائي احطه لك وتحط فوق الخانات 1 2 الى 128 وكل رقم خانه تحتها واحد تجمعها، هذا من ثنائي الى عشري. على كل الاسبوع الجاي انا راح اعيده وراح ازيد عليه نفس الشيء، يمكن نستمر مع عمليات التحويل اسبوعين زياده غير هالاسبوع. تمام. طيب استاذ بالنسبه للتمرين انا طبعا نزلتها على البلاك بورد، بس انا ما ادري يجيني خاصيه اللي هو تختار افتح باي اي تمرين. قصدك مال اللي هو الاختبار الباكت تريسر؟ باكت تريسر نعم. لازم تنزل برنامج الباكت تريسر، طالع مكان ما نزلت التمرين فوق في عندك رابطين، واحد حق معالج 64 واحد حق 32، ما تعرف كم معالجك روح اخذ مال 32 بس المفروض يشتغل عندك. كله افتح ببرنامج الباكت تريسر. فتحت معي الباكت تريسر بس في شيء اسمه التمرين تحته الاوامر يمكن؟ لا اللي فوق الرابط اليوتيوب في شيء اسمه تمرين، تمرين واحد هذا واحد ملف اللي فيه التصحيح التلقائي وملف فيه الاوامر. ايه التصحيح التلقائي هذا افتحه باي رابط، الانترنت اكسبلورر ولا تفتحه بالبرنامج الباكت تريسر؟ ايه لابد تفتحه بالبرنامج اللي المفروض ثبتت الباكت تريسر، ولابد الدرجات تطلع لك. فهمت علي؟ خلاص خلاص اوكي. ها يا حسن احنا مع طبعا الحضور عندنا يوم الثلاثاء، فاختبارنا يوم الثلاثاء ان شاء الله. اي هم مجموعات 4 مجموعات، مجموعتين الاحد ومجموعتين الثلاثاء. اللي عنده حضور الثلاثاء يجي الثلاثاء، واللي عنده الاحد بعد. اللي عنده ظرف طارئ 1 2 نتقبل انك تبدا الاحد تحضر الثلاثاء والعكس من الثلاثاء للاحد، 2 3 مو باكثر. اوكي الله يعطيك العافيه. حياك حياك. هاي حياك.
استاذ بس بغيت اسالك عن الملف اللي شرحت عليه الاسبوع الماضي، ما ادري بترفع لنا لانك ما رفعته. رفعته قصدك الوورد، ملف الوورد اللي فيه الطبقات. ايه ايه رفعته؟ ايه مرفوع في النظري. ايه مرفوع في النظري هو وملف الاكسل اللي شرحته اليوم، اثنينهم مرفوعين في النظري. تمام تمام، يعطيك الف عافيه يا استاذ. حياك حياك. هاي الجو. السلام عليكم. عليكم السلام. الحين الاختبار بيكون سؤال حق الانيبل سكرت، بتقول لي واجهه الامتيازات، عطني بتعطيني الرقم السري حق واجهه الامتيازات ولا وشو؟ اي بقول لك حط باسورد مشفر لواجهه الامتيازات 782 مشفر بس وانت تروح. اي بقول لك، ايوه بقول لك مشفر، باسورد مشفر لواجهه الامتيازات. هذا حق واجهه الامتيازات اللي هو السكرت. اي انيبل، هذا انيبل سكرت تحفظه، انا ما اقول لك ما لي شغل، انا بس اقول لك سؤال، فعل لي باسورد مشفر لواجهه الامتيازات 254. حلو، والكونسول قولي واجهه المستخدم. واجهه المستخدم للكونسول، بقول لك للكونسول. اي واللاين في تي واي بتقول لي واجهه الاتصال الظهريه. او اقول لك الاتصال عن بعد. او الاتصال عن بعد اللي هي التلنت. ايوه مظبوط. تمام يعطيك العافية. تمام حياك. هاي يا جماعة، في أحد باقي عنده سؤال؟ أنا يا أستاذ، لو الاختبار فقط في التجربة ولا بس التجربة؟ بس التجربة. إيه فقط التجربة. اللي هو البي سي والسويتش. كيف؟ التجربة اللي نزلتها. ايوه ايوه بالضبط بالضبط، زي ما سوينا تجربة بالضبط. اوكي اوكي يعطيك العافية. حياك الله. السلام عليكم. كم السلام استاذي، معلش انا كنت انتظر للأخير عشان يخلصون اسئلتهم. طال عمرك، انا المفروض اني ابدل مع العسعوس، هو كلمك الظهر يوم الثلاثاء، انا موجود في المجموعه وهو موجود في المجموعه الاخرى، انا وهنا بنثبت كل واحد منا على يوم عكس الثاني، فهل ممكن احنا نثبت ولا خلي موضوع التثبيت المشكله اذا فتحت المفروض افتحها للكل. خلنا الحين احضر مكان ما تبي زين، وبعدين نتناقش في عمليه التثبيت. طيب اذا انا تمام تفضل يا تحب تبادل، مثلا انت تبي تحضر لاحد وهو الثلاثه صح ولا لا؟ انا بحضر العكس، وانا بحضر الثلاثه وهو الاحد. نعم خلاص ما عندك مشكله، هالاسبوع اعتمد، لكن ما اقدر اعطيك وعد على البقيه، خلينا يمكن نحاول نقدر نحل المشكله باذن الله ان شاء الله. خلاص انا بلغه يجي هو يوم الاحد وانا اجي يوم الثلاثاء. خلاص ما في باذن الله. الله يعطيك العافيه استاذ، شكرا. الله يحييك. سلام.